السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ مرحبا بكم، تكونوا بخير. انا ريمون صبري، وان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله نتكلم على مميزات موقع كريتيف فابريكا، والحقيقه ده بناء على طلب كثير جدا من الزملاء الافاضل بخصوص الحقيقه ايه هي اللي يميز كريتيف فابريكا، وازاي بقى نستخدمه بجد في شغلنا، سواء كان في تصميم تيشيرتات او في كي دي بي امازون او في اي شغل على الانترنت الخاص بيه، الجرافيك ديزاين بصفه عامه. ببساطة جدا يا فندم، بس كريتيف فابريكا فيه أكتر من ميزة بجد ممتعة وجميلة جدا. أول ميزة يا فندم مع حضرتك إن هو أكبر موقع بيديك كمية ضخمة من الفريبيز أو الأشياء المجانية أنت ممكن تستخدمها في أي مشروع خاص بحضرتك بشكل تجاري 100%. جاست يا فندم تيجي على الهوم بيج وتعمل طبعا تسجيل طبعا في الموقع بمنتهى السهولة وبشكل مجاني. تيجي على الفريبيز يا فندم وتبحث على كلمة أول فريبيز، هنا فعلا بقى بيواجهك لكمية بجد مهولة من الأشياء المجانية زي ما اتفقنا، هي باستخدام تجاري 100%. ويا سلام بقى لو أنت بقى عملت انيبل للنوتيفيكيشن، يعني عملت يعني إيه تنشيط الإشعارات القادمة من موقع كريتيف فابريكا، بجد الموقع ده جميل جدا، بيبعت لك كل يوم بشكل منتظم حاجة فري بي، حاجة هدية لحضرتك، سواء كان خط مجاني بشكل احترافي، ديزاين أو كليب آرت أو باك جراوند أو خلفية يعني، او اي حاجه من المحتوى الخاص بكريتيف فابريكا بيقدمها لك يا فندم كل يوم. شوف، تخيل من كل يوم بيبعت لك حاجه مجانيه، يعني انت بس لو اشتغلت على الحاجات المجانيه بجد حاجه محترمه جدا جدا جدا. وطبعا دي بجد اول ميزه ورائعه جدا في كريتيف فابريكا. وتاني ميزه بجد مهمه جدا في موقع كريتيف فابريكا، اللي هو فندم كميه المحتوى الداخلي الخاص بهذا الموقع الجميل جدا. يعني انت مثلا كخدت مثال بس موضوع الخطوط اللي هي الفونتس، هتلاقي بجد محتوى على اكتر من 54 الف خط بريميوم وبروفيشنال، حاجات بجد مذهله وجميله جدا طبعا بانواعها المختلفه. ومش بس كده، كمان انت حتى لو جيت على الجزء او القسم الخاص بالجرافيكس، وطبعا هي زبده الموقع نفسه، هتلاقي فعلا عددهم تقريبا داخل حوالي 2.5 مليون جرافيك. وطبعا الجرافيكس طبعا ده قسم ضخم جدا في كريتيف فابريكا، ما بين فعلا بقى تصميمات جاهزه التيشيرتات وخلفيات اللي هي طبعا الباك جراوندز وصور مختلفة وموكابس بجد احترافية، سواء طبعا موكب للكوبايات او التيشيرتات او اي برودكت معين انت يجي في بال حضرتك. وهتلاقي برضو باترن، وكمان هيتخصص بالمحتوى الداخلي بكندل امازون هو الكي دي بي انتريورز، اللي هي كلرنج بوك او لو كونتنت زي الجورنال او النوت بوك وخلافه. شفت، تخيل 2.5 مليون جرافيك، يعني حاجة بجد محترمة جدا جدا جدا. وتالت ميزه بجد مهمه جدا في كريتيف فابريكا، ان انت ممكن تلاقي اي نيش انت حابب تدور عليها وانت حابب تستخدمه. يعني انت مثلا لو جيت مثلا على تصميمات مثلا خاصه بالتيشيرتات وعايز تصميمات جاهزه في نيش معين، وانت مثلا نيش ولكن حاجه زي مثلا الاوتيزم اللي هو مرض التوحد مثلا، او الكانسر او المذر دي او الفازر دي، او حتى الباسكت بول او السوفت بول، اي نيش يخطر في بال حضرتك، او حتى احدى انواع الدوجز الكاتس، اي حاجه. لو احنا مثلا افترضنا مثلا هنبحث عن تصميمات جاهزه خاصه مثلا بالسب نيش او احدى انواع الدوجز اللي هو مثلا جولدن ريترايفر كمثال، لو نبحث مثلا عليه مثلا وليكن نكتب جولدن ريترايفر تمام تي شيرت بس كده، وندوس هنا على البحث كده، هيجي لك يا فندم هنا كميات كبيره جدا من التصميمات الجاهزه اللي تتبع السب نيش ده، او تتبع طبعا انت الكيورد اللي كتبتها اللي هو جولدن ريترايفر. زي ما حضراتكم شايفين اهو، بجد حاجات رائعه جدا جدا جدا. جاست فعلا تيجي انت بتيجي على اي من تلك التصميمات تنزلها ترفعها على طول بقى على البي او دي سايت اللي هو ريد بابل او تي سبرينج او ميرج باي امازون وخلافه، بجد منتهى احترافيه. والميزه برضو اكبر بقى في هذا الموقع الجميل جدا، انت تكتب مثلا هنا الكي وورد المعينه انت عايز تكتبها، سواء مثلا جولدن درايفر او كانسر كمثال، يعني ربنا يحميكم، يعني كمثال نكتب حاجه خاصه بالاوتيزم كمثال تمام، ودوسنا على كلمه السيرش دي. هنا يا فندم بقى في القائمة اليسار بقى هيجيب لك هنا اللي انت عايز بقى في هذه الكلمة انت وضعتها اللي هي الاوتيزم، عايز انت عايز بقى تبحث على الجرافيكس، قسم الجرافيكس يعني مثلا تصميمات جاهزة او حاجات خاصة بالتصميمات او الجرافيكس تتبع الاوتيزم، او كرافتس او باندلز حزم معينة، يعني كتلة كده مجمعة كده عبارة عن قسم يخص الاوتيزم، او خطوط مثلا ليها علاقة بموضوع الاوتيزم وهكذا. شوف، هتلاقي ممكن هي طبعا ده فيها فلتريشن، او ممكن حاجه فري بي، حاجات مجانيه تتبع الاوتيزم وهكذا تمام. فبجد هتلاقي كميات محترمه جدا، تصميمات طبعا جاهزه وخلاف، وممكن حاجه خاصه بالكالرنج بوك تمام، عشان طبعا احنا حابين نعمل فلتريشن اللي انت عايزه بقى. واهو هتلاقي مثلا كوتس معينه ننفع برضه نسميها في تيشيرتات او في اي طباعه عموما، نفس الفكره اهو، بجد حاجات جميله جدا جدا جدا. ومعاك بقى صفحات تعد، بس انت بس تخلصهم بس انت واشتغل بيهم. فهتلاقي طبعا بقى لو انت بحثت على اي نيش بجد هتلاقيه. طب بلاش ده كمان،
ايه رايكم بقى لو انا هبحث عن حاجه زي اسلاميك مثلا، اسلاميك باترن، هل هنلاقيها موجوده هنا في الموقع الجميل ده ولا؟ تخيل بقى باترن، تمام، ده نيش او قسم موجود اصلا في قسم الجرافيكس، اهو معاك حوالي فن مع 10,000 نتيجه تتبع اللي هي اسلاميك باترن، اللي هي الخاصه الباترن الاسلامي. شايفين اهو بالمنظر الجميل ده، ومعاك بقى يا فندم صفحات بقى تعد بقى، شوف كام نتيجه طلعت، اكتر من 10,000 نتيجه. اذا بجد انت جاست لو انت بحثت على اي نيش انت عايز بجد تبحث عنه في كريدت فابريكا، اي حاجه يعني، انت لو مثلا لو بحثت وليكن على حاجه خاصه بالفوتوشوب كمثال، فوتوشوب مثلا، بس كده مثلا لو انت شغال مثلا على فوتوشوب وعايز تشوف ايه حاجات المحتوى الموجود اللي انت ممكن تستخدمه عندك في الفوتوشوب، ونيجي على الفلتريشن نختار مثلا الجرافيكس بس، اهو شايفين كده اهو كل الحاجات دي كلها عباره عن تقريبا 64,000 نتيجه تتبع الجرافيكس اللي تخص الفوتوشوب. طبعا ما بين بقى طبعا حاجه خاصه بالكالرز او التكست افكت او الاوفرلايز، تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو، او براشز، تمام، حاجه خاصه بالفرش يعني، يعني بجد حاجات او بريسيتس، زي ما حضراتكم شايفين كميات بجد رائعه جدا. يعني اي شخص مثلا شغال على الجرافيك ديزاين وبيحتاج الفوتوشوب بجد لازم يكون عنده اشتراك واستخدام دايما بشكل دوري على كرييتيف فابريك. اذا كنت ممكن تبحث عن اي نيش بس يا فندم في السيرش بار ده او في خانه البحث دي، وتبحث عن اي حاجه انت عايز تلاقيها هتلاقيها موجوده داخل كرييتيف فابريكا باذن الله، تمام. لو جينا بقى على الميزه الرابعه يا فندم في كرييتيف فابريكا، هنلاقي طبعا هو ان دايما المحتوى الداخلي في كرييتيف فابريكا دايما بيكون ابديت دايما بشكل مستمر. يعني بالتالي كده انت الناس اللي شغالين طبعا على موقع كرييتيف فابريكا اللي هو المصممين على قدر عالي جدا من الاحتراف بيقدموا دايما تصميماتهم بشكل منتظم دايما وبشكل دايما يكون جديد، عشان طبعا انت لما بتبحث مثلا لو عندك ترند جاي او ايفنت جاي او مناسبه قادمه جايه او عيد جاي زي مثلا المذر داي مثلا، هو خلاص قرب على يوم 9 مايو، تمام. اذا من تاني الناس كده المصممين تبدا طبعا بقى تنزل بقى تصميماتهم دايما، عشان طبعا اي شخص ممكن شغال على البي او دي زي ريد بابل او تي سبرينج وخلافه هيدور بقى على التصميمات الجديده اللي تتبع نيش المذر داي، تمام. فهتلاقي بقى طبعا بقى تصميمات ممكن حاجات لسه جديده خالص نازله، ممكن فريش يعني، ممكن من النهارده، ممكن امس، ممكن هتلاقي خلال اسبوع نزلت. وزي ما حضراتكم شايفين اهو التصميم مثلا اللي شايفينه قدامكم ده هتلاقوه ممكن ليستد اون ابريل يوم 21، يعني تقريبا هو بتاع امبارح. اذا بجد حاجه ممتازه جدا، وطبعا دي تبقى تصميمات بقى جد فريش. والميزه الخامسه بجد في كريتيف فابريكا ان هو بيقدم لك دايما التصميم ده في اكتر من فورمات، في اكتر من صيغه مناسبه لحضرتك. يعني مثلا واحنا برضو اخدنا على هذا التصميم اللي قدام حضراتكم ده، هنلاقي يا فندم انت لما تنزل هذا اللي هو الفايل، تمام، هو الفايل المضغوط ده يكون عندك حقيقه اكتر من صيغه، حاجه خاصه مثلا بالاي اي فايل اللي هي طبعا تتبع الالستريتورز او اي بي اس خاصه بالفوتوشوب، او الهاي ريزولوشن بي ان جي فايل وذ ترانسبيرنت باك جراوند. يعني طبعا دي اكتر حاجه احنا دايما بنحتاجها ودايما بندور عليها، احنا عايزين تصميمنا بيكون على هيئه بي ان جي وكمان بيكون بخلفيه شفافه. وطبعا دي حاجه بجد ممتازه جدا من موقع كرييتيف فابريكا ان هو بيقدمها لك بجد بشكل يعني شكل مريح جدا. جاست فان انت زي ما اتفقنا انت بتنزل بس الفايل المضغوط ده بيحتوي على اكتر من فورمات، احنا بناخد بس الفايل الخاص بالبي ان جي ده وعلى طول بقى على طول نرفعه على الموقع اللي انت عامل بيه خاص بالطباعه عند الطلب، بدون حتى انت تعمل بقى موديفيكيشن في الفوتوشوب وتعمل ازاله خلفيه ولا الكلام ده اطلاقا، بتاخد بس الصوره دي وترفعها على طول بقى على ريد بابل او تي سبرينج او تي بابليك وخلافه. وبجد سادس ميزه مهمه جدا في كرييتيف فابريكا ان هو بجد بيقدم للناس اللي شغاله على امازون كيندل او امازون كي دي بي كميه ضخمه بجد ومريحه من الكتب ذات المحتوى القليل والكتب التلوين بشكل بجد رائع جدا ومذهل. يعني انت مثلا جيت على قسم الجرافيكس هتلاقي ممكن في الكالرنج بوك الخاص بالادلتس، خاصه بالكبار، الكالرنج بوك الخاصه بالكيدز، تيتشنج ماتيريالز نفس الفكره برضه تتبع الكي دي بي، وهتلاقي تحت ممكن حاجه خاصه بالكي دي بي انتيريورز اللي هو طبعا اللو كونتنت بوكس. بجد حاجه محترمه جدا. يعني انت مثلا لو جيت وليكن على الكالرنج بوك كيدز، طبعا هنا يا فندم بقى هتلاقي كميه مهوله من الكتب الخاصه بالتلوين جاهزه يا فندم بمنتهى الاحترافيه، تنزلها على طول انت بقى وترفعها على طول بقى على موقع امازون كي دي بي بمنتهى الجمال. جاست ممكن بقى تعمل بس الكفر وخلاص كده يا فندم وشكرا زي ما بيقولوا. بجد حاجه ممتازه وجميله جدا جدا جدا. وبرضه انت ممكن تبحث بقى هنا في السيرش بار على اي حاجه انت عايزها، مثلا ديناصور كلرنج بوك وليكن، او فلاور كلرنج بوك، او ممكن يونيكورن كلرنج بوك، ميرميد كلرنج بوك، اي حاجه، سي لايف اللي هو خاصه بالحياه البحريه، الحياه خاصه مثلا الحياه البحريه الاسماك والكلام ده هتلاقيها برضو موجوده في كرييتيف فابريكا. بجد يعني محتوى
ضخم وجميل جدا، بس انت بس اشتغل يعني، شايف انت يعني شايف قد ايه الكميه الموجوده، هو جاهز انا شايفه فيش كالرنج بيجز بس، ده كتاب لوحده 65 صفحه من الصور الجميله جدا، تاخده فين بس الداونلود وترفعه على طول بقى على امازون كي دي بي. بجد يا فندم محتوى كبير جدا ومحترم، هتلاقي انت قلب فيه كده وعدل واستمتع كده حتى وتمشى كده انت في الموقع نفسه وجرب المحتوى، هتلاقي بجد كميات كبيره جدا 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 من الكتب الخاصه بالتلوين. ده دخلت بس في ايه، في الكالرنج بوك الخاص بالكيدز، تخيل بقى انت دخلت بقى في الكالرنج بوك الخاص بالادلتس او في التيتشنج ماتيريالز، تمام، هي زي فيها السودوكو والبازلز والكلام ده، او ممكن حتى في الكي دي بي انتيريورز، هي طبعا هي بتشمل بقى موضوع النوت بوك والجورنالز بمختلف اشكالها بمختلف انواعها بجد، وهتلاقي في باندلز اهو، بجد محتوى فظيع من الاخر يعني. يعني طبعا ده لو انت شغال بجد على الناس اللي شغاله على امازون كي دي بي، ده هنا كنز بجد لهذا المشروع. نيجي بقى يا فندم على الجزء الاخير من الفيديو، الا هو كيفيه تحميل الملفات من موقع كرييتيف فابريكا. وطبعا بقى انت ممكن تحملها بقى من موبايل او من لابتوب او من تابلت وخلافه. انت يا فندم زي ما اتفقنا انت بتيجي على الموقع نفسه بتكتب في السيرش بار اللي انت عايزه، سواء كان تصميم او جرافيك او كليب ارت او باك جراوند او باترن او حاجه خاصه بكندل امازون وخلافه. يعني مثلا كان مثلا كتبت هنا في السيرش بار حاجه اسمها فيشنج تيشيرت، هو صيد الاسماك طبعا، دي هوايه مشهوره جدا. زي ما احنا شايفين هو تصميمات غايه في الروعه، هدخل على اي تصميم من تلك التصميمات، تمام زي الفل كده يا فندم. في التصميم الجميل ده زي ما احنا شايفين هو الليست اون ابريل يوم 18، يعني تقريبا حوالي 3 4 ايام ولا حاجه، زي ما اتفقنا هو حاجه ابديتد حاجه فريش، تمام. وهتلاقي هنا يا فندم الفورماتس المتواجده، انا يو ويل جيت ريدي تو برنت، جاهزه جدا للطباعه، اس اف جي فايل، اي بي اس فايل، بي ان جي بالدايمنشنز المتواجده دي، تمام، بجد حاجه منتهى الجمال. هنا يا فندم بقى بتيجي على الداونلود، هنا جاست كده بكوميرشال يوزج الاود، استخدام تجاري 100%، وكده عندك الفايل يا فندم المضغوط ده طبعا نزل بقى عندك على الداونلودز. طبعا نروح بقى للفايل الخاص بالداونلودز مع بعض، اهو الفيشنج تي شيرت، نعمله بقى فك ضغط اكستراكت فايلز، تمام، وكده يا فندم نفتح هذا الفايل يا فندم، هنلاقيه يا فندم متوفر بفورمتين زي ما اتفقنا، الاي بي اس وكمان موضوع البي ان جي ترانسبيرنت باك جراوند. والحقيقه انت ممكن التصميم ينزل ممكن بدايمنشنز يعني قليله شويه 1000 2000 ولا حاجه، انت بسهوله جدا ممكن تعمل لها تعديل الحجم نفسه في مواقع زي مثلا اونلاين بي ان جي كونفرتر، تمام، وهسيب لكم طبعا تلك اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. جاست فندم بس تعدل السايز ده الخاص بالدايمنشنز اللي انت عايزه 5000 5000 او 5400 في 4500 وهكذا، وخاص يبقى عندك كده تصميم فندم جاهز بخلفيه شفافه وجاهز جدا للرفع على موقع الطباعه عند طالب انت بتشتغل عليه. وطبعا نفس ده طبعا شرحه برده في موضوع الخاص بالباترن او نفس الفكره الخاصه ب الكندل امازون والكلام ده، هتلاقي برده موفر لك بقى لو كلرنج بوك مثلا، هتلاقي برده موفر لك المحتوى نفسه في ملف مضغوط ممكن محتوي على حاجه خاصه اديتابل باوربوينت، يعني باوربوينت قابل للتعديل كمثال، هتلاقي الصور نفسها موجوده بصيغه بي ان جي والجي بي جي، وممكن تلاقي برده فايل جاهز بصيغه البي دي اف وهكذا. طبعا بس انا مش عايز بس اطول حضراتكم في هذا الفيديو اكتر من كده، انت بقى زي ما اتفقنا انت قلب وتمشى فين في الموقع الجميل جدا ده، وبجد انا عملت الفيديو ده يعني حقيقه بناء على طلب الكثير جدا من الزملاء الافاضل. وما تنساش بقى يا فندم ان الموقع نفسه اشتراكه الشهري عموما في قسم الجرافيكس بس تقريبا حوالي 19 دولار، لكن الموقع كله بكل الكاتيجوريز او بكل الاقسام الموجوده فيه تقريبا بحوالي 29 دولار. اذا برضه الحقيقه انت قبل ما تشترك اشترك في الموقع بشكل مجاني وجرب الفري بيز الموجوده زي ما اتفقنا كاول ميزه محترمه جدا في موقع كريتيف فابريكا، وعجبك يا فندم الموقع نفسه وحابب بجد تستفاد منه في اي مشروع ليك على الانترنت، سواء كان بخطوط او بتصميمات او حاجه خاصه بالفوتوشوب او الموكابس او الباترنز او باي حاجه انت عايزها، اشترك يا فندم ممكن في الموقع بشكل جميل جدا، وجرب ممكن شهر ولا حاجه ما عجبكش او انت ممكن ما عندكش يعني عليه شغل بصفه دوريه، عادي اعمل كانسل للسبسكريبشن بمنتهى السهوله ومفيش اي مشكله. وبكده خلص فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، ومع السلامه.